انتقل الآن إلى الدوحة لنقل وقائع المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية القطري مع نظيره الأمريكي الذي التقى بأمير قطر الشيخ حمد بن حمد الشيخ تميم بن حمد الثاني. وتبادل الخبرات والمعلومات وتطوير هذه الآلية وتطوير المؤسسات بين الدول. أيضا بالنسبة لمجالات الأخرى في التعاون الثنائي ناقشنا أيضا الاستمرار في التعاون والتشاور في كافة القضايا الإقليمية والسياسية، ولكن المخرج الرئيسي كان لنا اليوم هو مذكرة التفاهم كما ذكرت التي تخص مكافحة تمويل الإرهاب، والتي طالما اتهمت دولة قطر من قبل دول الحصار بمسألة تمويل الإرهاب، واليوم دولة قطر هي أول من يوقع على برنامج تنفيذي مع الولايات المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب، وندعو باقي دول الحصار للانضمام لنا في المستقبل. شكرا معالي الوزير. Thank you very much, Your Excellency, and thank you for welcoming us to Doha today. And we also appreciated the time His Highness the Emir afforded us for a very good discussion upon our arrival as well. I am here in Qatar today carrying with me the same spirit which President Trump traveled in Riyadh with in May. بعد ما سافر دونالد ترامب إلى السعودية في الرياض إلى الرياض. الرئيس قال وأنا هنا أن أقتبس بأن كل دولة عليها في المنطقة عليها تجنب دعم الإرهاب وينبغي أن نتعاون للقضاء على ظاهرة الإرهاب بشكل سوية. هناك بعض الدول التي دعمت الإرهاب لعقود مضت وسنوات مضت، والدول كلها مسؤولة عن وقف دعم الإرهاب والتعاون وإيجاد آليات لمكافحة الإرهاب وأيضا تبادل المعلومات. قياداتنا وأريد أن أشكر هنا القيادة القطرية لتعاونها معنا في هذا المجال. سنأخذ أولا بالنسبة لتسريب اتفاق الرياض مساء أمس والتوقيت الذي تم تسريب هذا الاتفاق فيه هي جهود واضحة للتقليل من شأن وساطة دولة الكويت الشقيقة، وأيضا التأثير على الزيارة والجهود والمساعي التي تقوم بها الولايات المتحدة. وإذا كان هذا التسريب يعكس شيء فهو يعكس نهج هذه الدول، وهي نفسها التي سربت قائمة المطالب للأسف للتقليل من شأن هذه الوساطة. ونتساءل عن مستوى الثقة الآن في هذه الدول وعلاقاتها الدولية بتسريب مثل هذه الوثائق السرية التي عادة الشركات تحترمها وهي على مستوى شركات وليس على مستوى دول من شأن هذه الوساطة. ونتساءل عن مستوى الثقة الآن في هذه الدول وعلاقاتها الدولية بتسريب مثل هذه الوثائق السرية التي عادة الشركات تحترمها وهي على مستوى شركات وليس على مستوى دول. بينما ما ذكر وما جانب هذه الحملة هذه التسريبات من حملة إعلامية حول عدم التزام دولة قطر باتفاق الرياض فهذه كلها مغالطات. دولة قطر التزمت بكافة بنود هذا الاتفاق، وكانت هناك محاضر تشهد على التزام دولة قطر بهذا، وهو اتفاق جماعي، هو ليس اتفاق يخص دولة قطر فقط، وإنما هناك التزام جماعي من كافة دول، ولم تذكر دولة قطر
دولة وحيدة يفرض عليها الالتزام بهذا الاتفاق، بينما ما اتخذ من إجراء ضد دولة قطر هو مخالفة واضحة من دول الحصار لهذا الاتفاق، بأنهم لم يستخدموا أي آلية من آليات فض النزاع المذكورة في هذا الاتفاق. وكما ذكرنا مسبقا، إذا كانت هناك أي مظالم يجب أن تبحث وفق آليات مدرجة، سواء كان في اتفاق الرياض أو في ميثاق مجلس التعاون الخليجي. مسألة بلومبرغ. Thank you. Question for both of you. A couple of days ago, قبل حوالي بضعة أيام كان التركيز في أن الولايات المتحدة بأن الأزمة قد تأخذ أشهر لحلها. هل لديكم أي دلالات من الطرف الآخر بأنهم يرغبون بتوقيع اتفاقية كالتي تم توقيعها سابقا؟ هل تعتقدون بناء على الاجتماع الذي عقدتموه اليوم أن الأزمة في طريقها إلى الحل ولن تأخذ وقتا طويلا؟ أعتقد أنه من المهم حاليا أن نركز على آلية وماهية الاتفاقية التي عقدناها اليوم. نحن نحاول توقيع هذه الاتفاقية منذ حوالي أكثر من عام، وأعتقد أنكم رأيتم أن ما يحصل اليوم هو حصيلة للمحادثات التي انطلقت منذ قمة الرياض. الرياض قد دوحة أخذت المبادرة في هذا المجال، وهذا يعني أن هنالك التزام بأخذ تحركات عاجلة وتنفيذ القرارات على وجه السرعة. الأزمة الموجودة حاليا الآن في الخليج نحاول أن نحلها بالتعاون مع الوسيط الكويتي، ودوري هنا هو دعم جهود أمير الكويت في الوساطة، وأيضا فتح قنوات محادثات تتضمن جميع الأطراف. لذلك فأنا أقول أنه كان لدينا حديث جيد هذا اليوم. سأسافر غدا إلى جدة وألتقي في الدول في على الطرف الآخر لأسمع إلى مخاوفهم وأسمع إلى ما الذي يريدونه. لا يمكنني أن أعلق على أي جدول زمني لحل هذه الأزمة، لأنها ما زلنا نعمل عليها. وزير الخارجية القطري يضيف معلقا، مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها قبل الآن هي لا تتعلق بالتعاون الثنائي الذي كان يتحدث عنه مع الولايات المتحدة. ليس هنالك أي علاقة بين هذه الاتفاقية الثنائية والحصار المفروض على قطر. أيضا ندعم دور الوسيط القطري والذي أيضا تدعمه الولايات المتحدة. لدينا حوار بناء لإيجاد حل، والذي كان الموقف كان عليه الموقف القطري منذ بداية الأزمة، ونأمل من الدول المحاصرة أن تكون على نفس القدر الذي نتحلى به حاليا. واستمعنا
استمعنا إلى المؤتمر الصحفي الذي جمع وزير الخارجية القطري ونظيره الأمريكي ريكس تيلرسون. أبرز ما جاء في هذا المؤتمر وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني قال أنه تمت اليوم مناقشة مذكرة تفاهم بين الدوحة وواشنطن بما يختص بملف مكافحة الإرهاب الذي طالما اتهمت قطر بأنها من داعميه، ودعا الدول المحاصرة إلى التوقيع على هذه المذكرة. من ناحيته وزير الخارجية الأمريكي وردا على سؤال صحفي قال أن على دول المنطقة جميعا أن توقع على هذه المذكرة، مذكرة مكافحة الإرهاب، ويقول أيضا قال أيضا أن هناك دول دعمت الإرهاب لفترة طويلة، وعلى الجميع في المنطقة إيجاد آليات عمل لمكافحة الإرهاب، كما شكر القيادة القطرية على تعاونها في هذا المجال على حد قول وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون. وزير الخارجية القطري قال أيضا أن التسريب فيما يتعلق في جواب على سؤال حول تسريب اتفاق الرياض، قال أن هناك يعني جهود للتقليل من يعني مساعي الكويت ومن جهود الولايات المتحدة في حل هذه الأزمة، وقال أن هذا يعكس فعلا نهج هذه الدول المحاصرة بتسريب هذه الاتفاقيات التي كانت أيضا اتفاقيات يعني سربت، وهي اتفاقيات كانت ثنائية، ويعني قطر التزمت بها والتزمت بهذا الاتفاق الجماعي كما وصف وزير الخارجية القطري، وقال أن هناك محاضر تؤكد ذلك، تؤكد أن هذا هذه الاتفاقية وقعت بشكل جماعي. وزير الخارجية الأمريكي ردا على سؤال حول هل الأزمة في طريقها إلى الحل، قال يعني يجب أن نركز على آلية وعلى ماهية اتفاقية اليوم. ما حصل اليوم من توقيع الاتفاق الثنائي بين الدوحة وواشنطن هو حصيلة لمحادثات عمرها حوالي عام، انطلقت منذ اتفاق الرياض، قمة الرياض، والدوحة ملتزمة بتنفيذ القرارات بسرعة ومع الوسيط الكويتي، وثمن دور الوسيط الكويتي لحل الأزمة الخليجية، وقال أنه سيسافر غدا إلى السعودية للاستماع إلى مطالب الدول الأخرى، الدول التي على خلاف مع قطر.